ما شاء الله. عايز لك تمشيوط سؤال منى ما هو السؤال حق اللي بيتي ان شاء الله شنو سؤال ليش ما حاسد احنا ممكن رجوع ما له هل رجوع رجوع بس فيها نعم حقيقة منى بارك الله فيها أنا قاعدة تحكيم فيها وحان سي اي نمبر 1 شكرا نمبر 7 ما هذه البنت نمبر 1 وي بارك الله فيها وتستحق أن نقطة مفخرة محانا لكرتا حقيقة قرر أني الله بارك اليوم منى tartanka caalamiga ah ee internationalka ah ee dubay kala ay ka soo gashay markii saddexaad ee wadankan kale u tartamaysay kana socotay markaska Musaad Education Center Musaad bin Umayr ee macallinkeena weyn ee macallin jaamac anaga reer maadaan mahadnaasi gooni aan saaxiibo u nahay gabadhaas ila soo dhaweeya waxaan rabaa hooyo yar oo qoraya ma aqriso كلمنا إن شاء الله تعالى شيخة هي مديرك كلمات سواء منى دار مرة سواء حاصل هي تؤساتي الرحمن وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل
الظمأ من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حسبك ما شاء الله يا منى. سؤال كلام كلام كرتان طيب رأي من قول الله تعالى ويستعجلونك بالله ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
يَعْلَمُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ الله العظيم ما شاء الله منى ما السؤال حق اللي قلتي ان شاء الله كان سؤال ليش ما حصلت على الوقت رجوع ما له هل رجوع بس نعم حقيقة منى بارك الله فيها انا قعدت هاي تحكيم فيها وحان سي اي نمبر 1 شكرا نمبر 6 ما هذه البنت نمبر 1 وين بارك الله فيها وتستحق ان نقطه مفخره لاهل الصومال كلهم جميعا وخاصه لاهل نيروبي دخل نيروبي ما تعتمد عالم واحد الا ترتمى يا مجرو بعد منى ما في احد يسابقكم الله اكبر جزاه الله خيرا وبارك في عمرها القرآن كليم يا مسيح كل نوادك كل نوادك كل نواد ضبطة نعم والله نصيحتي لك إلهي موهبة كسية القرآن كسيوة إن شاء الله قراءتك ما قدرت هدا بالأوراق إن شاء الله هدا بالأوراق إن شاء الله والله إن شاء الله إن شاء الله يكون لنا نصيب في تعليمنا للقراءات إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بارك الله فيك يا مولاي جزاك الله خير فتح الله عليك بسم الله منى سواء نقول منى عبد الفتاح ها وانا هديه من عندي 1000 دولار وكمان هذا 1000 دولار ما شاء الله 1000 دولار من عندي طيب كان بارك الله سو يستاق ان كله شيخ عبد الرشيد وحان كعود صنايا قبل دوا ودعيي ونمبر ون واسيي انو اقدرو شهادة دي محايا هيدا تسكية دا هيدا جائسة دي انو اقدرو سيدو كلا انيقا يا شيخ قبل دوا حانو كو ابا المرينة انا شيخ لعقو شيخ دونو ها مساسا ها والله يرتاح وحل إلهه